كما قلت لك، نفسية الجيتو هذه خلقت الخوف المترقب، الشك في الآخرين، العدل، وبالتالي حتى الأسوار التي يبنون هي يعني الجيتو هو جيتو داخلي أكثر من أنه حتى خارجي. يعني هذا التاريخ وهذه النفسية صنعت لنا هذا الغلو في عند اليهودي، وهذا الحقد، وهذا إلى آخره، وبالتالي هذا العداء والاستعداء للآخرين، ترقب دائما، الشك في الآخرين، يتآمرون الآخرين، وهذا شعور حيواني يعني بهيمي يجب التخلص منه. يعني ملتصق طب بالنفس الغضبية بالفعل، ليست النفس اليهودية ليست نفس عاقلة، هي نفس غضبية، وهذا واضح ومجسد، وآخره طبعا الآن يعني أفعالهم واضحة تماما. يعني فدائما حتى الأفكار المتسامية والعظيمة يخربوها، حينما يعتقد المسيحية دخلوا وخربوا المسيحية وأبعدوا العناصر السامية اللي فيها، أصبحت بطش عفو ودم وانتقام، حينما أدخلوا الشيوعية أفرغوها من بعدها الإنساني. يعني نفسية غريبة، نفسية غريبة. واضح يعني مثلا عودة مرة ثانية، وهذا أيضا من فضائل ميثم، ركز كثيرا على اليهود في روسيا، تحولت الشيوعية من مبدأ الانفتاح والإنسانية وخدمة الآخر، تحولت إلى ممارسة عدوانية، قمع واضطهاد، والكي بي جي، إلى تعرف فظائع ما بعدها، فظائع. وتكثر في القاموس السياسي في الزمن السوفيتي، تكثر مفردة العدو، تكثر عدو الشيوعية، عدو الأممية، عدو البروليتاريا، يعني شيء رهيب ومهول يعني. وتحولت الشيوعية بالفعل إلى يعني فكر حكومي رسمي قومي ضيق، يعني هيمنة ذهنية مواجهة الآخرين واستعدام، والتأويل الحزبي لكل شيء، أنت متهم، إذا لم تكن معنا فأنت تحول تراث الماضي إلى تراث، يعني تراث يعني خربوا هذا التراث عفوا، يعني إلى عدو دائم. ووجدت حتى نحن تم التعامل مع كثير من المسائل، لا أريد الآن أن أطول في هذا المسألة. يعني يبدأ التأويل، يعني أول كل شيء الأقوال الأفعال، يعني كنا في فترة من فترات كان أحدهم يجر عربة حمار، ومن الصباح يا معين، يا يكرر هذه الكلمة بلهجة عامية، طبعا هو يقول يا عيني على الصبر، يكررها فأحدهم من أمن الدولة يقول إشارة العدوى، يعني يقول له ما الذي، يعني كأنك تريد أن تشتم الدولة والنظام. يعني المهم تخلق هذه أحيانا الأيديولوجية العجيبة، تخلق أفكار عدوانية. يعني في استعداد القضية الذهنية، الاستعداد الآخر، هذه اشتغلت تماما. إذ أفرغ كما قلت لك الشيوعية من محتواها الإنسان، يعني وانطبق طبعا ذلك حتى على الديمقراطية. الديمقراطية بعد مجيء غورباتشوف طبعا هذه الديمقراطية شحنت بالكراهية أستاذي رزق، شحنت بالكراهية تمام، وبحثت لها عن عدو. وطبعا مسحوا التاريخ السوفيتي، يعني كانت تصل عندنا يعني مجلات، يعني العيوب المخابرات الروسية وعيوب النظام الروسي، ويسخروا من الصناعات الثقيلة، مثلا حينما أرادوا أن يصنعوا فرشة أسنان صنعوها مثل المكنسة بنفس العقلية العسكرية، حينما يريدوا أن يصنعوا أجهزة قلب صنعوها مثل الدباء. يعني المهم يسخرون من النظام السوفيتي، يعني عقلي، ولا توجد عندهم الأشياء الجميلة، بناطيل الجينز والنظام والنظارات البيرسول والأشياء الجميلة التي تتساقط عليها الصبايا. يعني المهم فشحنوا الديمقراطية كما قلت لكم أولا، وبعد ذلك ضد التيار الوطني السوفيتي،
ثم أيضا نجحوا في أن يحولوا الإسلام إلى عدو، وحاولوا بعد ذلك أن يعني يجدوا شيء مشترك هؤلاء اليهود بينهم وبين إسرائيل، ليحولوا الإسلام إلى عدو، وطبعا محولوا المقاومة الفلسطينية أيضا إلى إرهاب. سأكتفي أستاذي بهذا، وكل الصحة والعافية لك، وأستكمل في رسالة.